بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ومنه دائما طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا مشاهدينا الكرام، أحييكم وأجدد بكم الترحيب والتحية على أرضية هذا الميدان، ميدان البصير، لسباقات الهجنة العربية الأصيلة مع مهرجان سيف أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. متابعينا الكرام، ينطلق مع حضراتكم الشوط التاسع والمخصص لفئة الجداع بكار مع المسافة المصاحبة لنا، ألا وهي 6 كيلومترات التي قررت من اللجنة المنظمة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ننطلق مع حضراتكم مع أول المراكز وأول المنطلقين. يبدو لي بديعة للسيد محمد بن مبارك بن محمد بن ضابط الدوسري على أول المراكز. من ينطلق مع أول المراكز في هذه اللحظات؟ متابعينا الكرام، المركز الثاني، وصلت انتباه للسيد سهيل بن مبارك بن حمد بن محمد بن هدف العامري على مستوى ثاني المراكز وثاني التحديات، بينما في ثالث المراكز. متابعينا الكرام، نرى الوصول والقدوم من شوهين للسيد راشد بن حمد بن سالم بن سعيد الراشدي على مستوى ثالث الأسماء وثالث التحديات. ثالث التحديات، بينما في رابع المراكز. متابعينا مشاهدينا الكرام، من الجانب الآخر نرى وصول الراسية للسيد البرقان بن راشد بن محمد الخيل بوسعيد الخيارين على مستوى رابع المراكز ورابع التحديات، خامس الأسماء وخامس الواصلين. خامس المراكز، دمعة للسيد خليفة بن سالم بن راشد الاكتبي على مستوى خامس المراكز وخامس التحديات. العودة مجددا بعد النداء الأول للخمس المراكز المتقدمة. متابعينا الكرام، نتقدم مع أول المراكز وأول النداء. هنا بديعة للسيد مبارك بن محمد بن ضابط الدوسري، من يقدم لنا بديعة على أول المراكز وأول التحديات، ثاني الأسماء وثاني الواصلات في هذه اللحظات. انتباه للسيد سهيل بن مبارك بن محمد بن هدف العامري، من يقدم لنا انتباه في هذه اللحظات، ثالث الأسماء وثالث الواصلات في هذه اللحظات. متابعينا الكرام، شواهين للسيد راشد بن حمد بن سالم الراشدي، من يقدم لنا هذا الاسم على مستوى ثالث المراكز وثالث الواصلين. رابع الأسماء ورابع الأسماء المنطلقين في هذه اللحظات من عمق الميدان. الراسة للسيد البراق بن راشد بن محمد لبو سعيد الخيارين، من يقدم لنا الراسي على مستوى رابع المراكز، خامس الأسماء وخامس التحديات. هنا دمعة للسيد خليفة بن علي بن سالم بن راشد الاكتبي، من يقدم لنا هذه البطلة على خامس المراكز. العودة مجددا إلى مقدمة الشوط، إلى التغيرات وأول الانطلاقات. نرى هنا من غيرت مجريات الأمور في هذه اللحظات. متابعينا الكرام، غيرت شواهين إلى مقدمة الشوط للسيد راشد بن حمد بن سالم بن سعيد الراشدي، من يقدم لنا شواهين في هذه الانطلاقة. المركز الثاني وثاني التحديات، من الواصل؟ وصلت انتباه، وصلت انتباه
وحذاري من انتباه للسيد سهيل بن مبارك بن محمد بن هدف العامري من يقدم لنا انتباه في هذه اللحظات. ثالث الأسماء وثالث الواصلين الرسال للسيد البراق بن راشد بن محمد لأبو سعيد الخيارين. أبو سعيد الخيارين من يقدم لنا الرسيا في هذه اللحظات. رابع الأسماء ورابع الواصلات في هذه اللحظات. متابعين الكرام وصلت الدمعة للسيد خليفة بن علي بن سالم بن راشد الاكتبي من يقدم لنا هذا الاسم على مستوى رابع المراكز خامس المراكز. وأول النداء لمن حافل السيد حميد بن سعيد بن عامر النيادي على مستوى خامس المراكز التي غيرت بدورها إلى رابع المراكز. متابعينا الكرام العودة مجددا إلى مقدمة الشوط إلى أول المراكز وأول المنطلقين في هذه اللحظات. أول المنطلقين تقدم لنا شوهين في هذه اللحظات للسيد راشد بن حمد بن سالم الراشدي من يقدم لنا شوهين. بينما في ثاني المراكز وصلت انتباه مع العامري للسيد سهيل بن مبارك بن هدفة العامري على مستوى ثاني المراكز. ثالث الأسماء التي غيرت إلى ثاني المراكز وصلت الراسية البراق بن راشد بن مبارك أبو سعيد الخياري على مستوى ثاني المراكز. رابع الأسماء أيضا التي غيرت إلى ثالث المراكز وبدأت بالتحركات بدأت تغير من مركز إلى مركز من حافل السيد أحمد بن سعيد بن عامر النيادي على مستوى رابع المراكز وغيرت إلى ثالث المراكز. رابع الأسماء ما متابعينا الكرام وصلت على رابع المراكز. انتباه للسيد سهيل بن مبارك العامري على مستوى رابع المراكز. متابعينا الكرام دخلنا اجواء الكيلو الاخير الكيلو الخطير. ما زالت هذه البطلة صامدة على مقدمة الشوط بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. متابعينا الكرام من يتقدم في هذه اللحظات شواهين للسيد راشد بن حمد بن سالم الراشدي تقدم لكن حذاري الراشدي من حذاري الراشدي من يودة للسيد حميد بن سعيد النيادي من يقدم لنا اسمين في هذه اللحظات. النيادي ولا الراشدي من حاف ولا شواهين ولا من حاف. الله 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 شواهين اسم جراعي شواهين اسم جراعي شواهين على هذا الأداء الكبير على هذا الأداء الكبير والمتميز من قبل الشواهين. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. الشواهين للسيد راشد بن حمد بن سالم الراشدي من قدم لنا شواهين على هذه الانطلاقة التي قدمت لنا شواهين ثاني المراكز. وكان الدخول المفاجئ متابعينا الكرام لهذه البطلة التزام للسيد ناصر بن مسلم بن سالم النابت المري على مستوى ثاني المراكز. ثالث المراكز متابعينا الكرام كان وصول من حاب أيضا التي قدمت لنا العروض المميزة حتى الرمق الأخير للسيد أحمد بن سعيد بن عامر النيادي.